أنا طالبة جامعية حاصلة على إجازة في الأدب العربي وإجازة في القانون الخاص وسنة أولى علم اجتماع. مشاركة في هذه الدورة ديال الجامعة في السجون، الدورة ديال 11 تتقوم بتنظيم ديال المندوبية العامة لتتكون عندها مواضيع هادفة تتمس من الدرجة الأولى سجناء الطلبة وسجناء المعتقلين. هاد الجامعة في السجون اللي تحت العنوان ديالها تعزيز المشاركات المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة الإدماج والحد من العود، حيث ماشي المؤسسة السجنية الوحيدة اللي غادي تعاون وتأهل، يعني جميع الشركاء الآخرين جميع المؤسسات خصها تسعى على إدماج السجين المساعدة ديالهم لحالة العود. أحضر اليوم الدور 11 للجامعة بسجون التي تعتبر جسرا ممتدا نحو مختلف فعاليات المجتمع المغربي، والتي تكرس انفتاح المؤسسة السجنية على فضائها الاجتماعي وعلى عمقها الاجتماعي. وتيمة هذه الدورة تعتبر تحولا نوعيا بالنسبة للمندوبية العامة للسجون، إذ أنها تشرك المجتمع المدني وتسائله وتدعوه أيضا إلى مضاعفة الجهود من أجل المساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وانفتاح المؤسسة السجنية على هذه المبادئ في كونيتها. نعتبر نحن اليوم هذه فرصة للتعرف على التصورات والأشكال التي ينظر بها المجتمع المدني إلى هذه الفضاء، ونعتبر أن هذه العملية هي ترسيخ للبعد التشاركي للمندوبية العامة لإدارة السجون في تدبير الشأن السجني باعتباره شأنا عاما يساهم في التنمية والنهضة التي يعرفها المجتمع المغربي على مختلف المستويات تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله. تنظم الجامعة داخل سجون جامعتها الخريفية في دورتها 11 تحت عنوان تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود. وبالنسبة لنا احنا كطلبة جامعيين فهذا واحد الموعد اللي كيكون عندنا حافل، بحيث أننا كنعتبروه عرس أكاديمي بامتياز، كنشوف فيه تلة من الأساتذة الكبار الأكاديميين. فشكرا جزيلا لكل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذه الدورة.